اهلا وسهلا فيكم في الدرس الرابع، كيف نصمم جزيره على برنامج انريل انجن. في هذا الدرس حنبدا نجيب المواد تبعيتنا، حنجيب الرمل، الصخور والاعشاب، حنبدا نجمع شويه مواد ونطورها حتى نقدر ونعالجها حتى نقدر نستخدمها على الجزيره تبعيتنا. خلينا نبدا. اول شيء بنعمله نضغط على ويندوز ويندو، ندخل على كويكسل بريدج. ايش هي هاي؟ الان شركة اريال انجن اشتركت شركة كويكسل واشترتها، او بالاصح نقول اشترت المواد اللي عندها، بعرفش اذا اشترتها كاملة، لكن صار بامكاننا نستخدم المواد تبعي شركة كويكسل كلياتها بالمجان على برنامج اريال انجن. خلينا نرجع. الان انا جمعت المواد، لفيت على المواد وجمعتها، لكن خليني اورجيك كيف انا بجمع المواد. تدخل او ما تدخل على كويكسل، تدخل على السيرفيسز اللي هي الاسطح، بعدين ننزل لتحت شوي، خلينا نشوف مثلا الساند، بدنا نشوف بيتش الرمل اللي على الشط. شوف انا حطيت قلب حب هون، يعني اضفت للفيفوريت وسويت لها داونلود. الان هذا اللي انت شايفه فوق اللي هو الرمل اللي راح يبين عندك جوا اللعبه، راح يبين بهذا الشكل. خليني انا اصغر هاي شوي حتى تشوف انت هون في داونلود، هون اضغط داونلود. انا اوريدي سويت لها داونلود، جهزتها علشان الفيديو. تضغط داونلود، تختار هايست كواليتي ولا هاي كواليتي، تختار شو اللي بدك اياه، بعدين تضغط داونلود. خلينا نرجع نكبر. فانت بتقدر تختار المواد. خليني اورجيك الماده الثانيه اللي اخترتها، ساند كورس. كمان هاي الماده انا اخترتها، هاي صورها كيف راح تبين على الارض جوا اللعبه. كمان انا رحت على الثانية، وين الثانية؟ ساند. طيب انا ضيعتهم. ديتيلز فابريك جراس وايلد. تمام. انا كمان اخترت شوية اعشاب. طبعا كل هاي الاعشاب انت تقدر تختار اي عشب بيعجبك. لاحظ انت هون لو اللعبة عندك فيها الدنيا يعني ظلمة، بتختار من هذه الاعشاب اللي هي الاعشاب البرية بهذا الشكل بتكون. طبعاً انا اخترت هذا العشب واخترت كمان هذا العشب، هنستخدمهم بالجزيرة تبعيتنا. واخترت مواد تانية، الان انا ضفتهم كلهم على الفيفوريت. هذه هي المواد اللي اخترتها انا. هاي اخترت هاي كمان الكليف اللي هي المنحدرات تبعيت الجبل من الجنب، راح نحط هاي المادة عليها. وكمان هاي اخترناها للكليفات للمنحدرات. هاي الرمل تبع الشط، وهذا الرمل اللي فيه شوية صخور، وهذا كمان رمل فيه شوية بحص، وهاي الأعشاب مع شوية حجار، وهاي الأعشاب 100% كلها عشب. اخترنا هاي المواد. خلينا نبدأ نضيف هاي المواد على المشروع. خليني بس أصغر هاي شوي حتى تشوفوا انتوا الكاميرا عندي. بختار المادة الأولى، بضغط على زر آد. إذا مش خلينا نزيح هاي شوي هون، تضغط على آد، أضف لي ملف الأول، نضيف الثاني، add، نضيف الملف الثاني، الثالثة، add، الرابعة، add، الخامسة، add، السادسة، add، والسابعة، إضافة، add. هيك بكون صار عندي ملفاتي السبعة موجودة. 1 2 3 4 5 6 7. ممتاز، هاي الملفات. خلينا الان نبدأ نعالج فيهم، نبدأ نعالج فيهم. حدد ملف الكونتنت الملف الرئيسي، واضغط رايت كليك واختار ماتيريال. طيب خلينا نسميها لاند سكيب، لاند سكيب مات ماتيريال. نضغط عليها دبل كليك. الان اجانا هون في عنا النود، هاي النود فيها كثير تفاصيل وشرحها يمكن ياخذ كورس كامل لحاله. انا ما راح اشرح كل التفاصيل فيها، بالاصح انا راح اعلمك الاساسيات واقول لك اعمل هيك في كل المواد اللي بدك تجيبها، وبتقدر تعدل عليها كمان بالطريقه حتى تشوف الاشي اللي يعجبك. لكن في مشكله في Unreal Engine 5 بتحتاج ابديت في الابديتات القادمه ان شاء الله. في عنا هون الكرة هاي اللي على اليسار، هاي بيظهر جواتها المادة كيف شكلها، بس هون ما بتشتغل. خليني اورجيكم.
بس خلينا نبدأ نشتغل. أول إشي بنضيف لاند سكيب لاير بلند، لاير بلند اللي هي هاي بدها تخلط المواد مع بعض. طب إحنا كم مادة عنا؟ عنا 7، بس بدنا نخليهم 8 لأننا نضيف مادة الرمل اللي على الشط اللي هو بصير زي الطين. خلينا نبدأ نضيف فيهم 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، هاي عنا 8 مواد موجودة هون. طيب الآن نسمي كل واحدة باسمها. كنترول ناخذ الملفات ميجا سكان سيرفيس، ناخذ كل واحدة ناخذ اسمها ونحطه هون. نضغط على الأولى نسميها خلاص. تمام، الثانية باسم الملف الثاني. سكر لي هاي، سكر هاي وافتح الثالثة. خلينا نسكر الملفات المفتوحة لزيادة. رقم 3 نسكرها. رقم 4 بدك تسمي الملفات كلياتها، هاي رقم 4. رقم 5 طبعا انا بكبس كنترول سبيس، كنترول سبيس حتى افتح هذا الملف. رقم 5 رقم 6 رقم 7 رقم 8 بدي اكتبها كتابة وت دون سبيس سنت. تمام، الآن صار عندي 6 7 8 مواد أضفناها. بدي أخذ نسخة عن لاير بلند، بدي أخذ نسخة، عدة نسخ. بدنا ناخذ 5 نسخ. الأولى طبعا بكبس كنترول دي عشان أخذ دبلكت نسخة. الثالثة 1 2 3 4 5. تمام، الآن صار عندي 5 نسخ. خلينا الآن نبدأ نخلط المواد مع بعض اللي هي الأتربة والحجار والقصص هاي. إيش نعمل؟ بنفوت على الملف الأول، بناخذ هذول الثلاث ملفات، بكبس شيفت بحدد الثلاثة وبسحبهم وبحطهم هون. نبدأ. طيب خليني بس أورجيك شغلة. لما أسحب الـ RGB اللي هي Red Green Blue ووصلها هون، لاحظ أنت حيظهر لي المادة هون، بدأ يظهر المادة. لكن للأسف في خطأ في برنامج Unreal Engine 5 وراح يعملوا له أبديت. لما أنا أوصل ما راح يعطيني لون، لاحظ ما أعطاني. هاي مشكلة صارت موجودة حاليا في برنامج Unreal Engine. طيب خلينا نأخذ هاي الثانية، بدنا نتركها شوي. بناخذ هاي بنحطها هون، وبناخذ الزرقاء اللي هي النورمال وبنحطها هون. طيب احنا الان ايش هون اسمها هاي المادة؟ دراي ريبل. احنا وصلناها مع دراي ريبل. تمام، بالثانية هاي بدنا نوصل الريد معاها مع الاولى، مع الاولى هون، والجرين مع الاولى هون. فوصلنا الريد والجرين كل واحدة مع اللي مع اللي مع الثانية والثالثة. وهاي بنوصل RGB مع الأولى مع اللي هي نفس الاسم، هي اسمها. الآن بدنا نرجع نوصل هدول. خلينا نوصل أول إشي اللي هي رقم 3، خلينا نوصلها مع هاي مع السباكلر، والعفوا هاي مع الرفنس. أنا مسوي لهم جدول كتبتهم، وهاي مع ال ambient occlusion، وهاي النورمال الأخيرة هي مع النورمال هاي، وهاي هيك. الآن صاروا كلهم مربوطين عنا. تمام، طيب الآن خلينا نيجي الآن نبدأ بالمواد كلياتها ونبدأ نضيفهم واحدة واحدة. انت راح تبدأ عادي جدا، يعني ما تفكر، موضوع بسيط. اوكي، نسحب ناخذ الأولى، ناخذ النورمال،
خلينا نحط هاي هون، هاي على الثانية صح، هاي اسمها دراي روكي وهاي دراي روكي تمام. هاي الريد هون على الثانية والجرين على الثانية، خلينا نحط هاي هون تمام. ناخذ هاي نحطها هون ونحط هاي هيك ممتاز. نيجي نجيب الثالثة، خلينا نحطها هون، هاي رقم ثلاثة، هاي رقم ثلاثة تمام. هنسوي هذا الحكي لإلهم كلياتهم. طبعا بدي أعطيك ملاحظة، Unreal Engine بحكي لك إنه ما تعمل لأكثر من 5 مواد، احنا جبنا 7 وسوينا الثامن كمان، عملنا رتبنا واحد ثامن، مع هذا رح نسوي حركة نسهل على حالنا المشاكل تمام. هاي هون وهاي هون، لاحظ انا عندي مشكلة مش قادر للحظة هاي اظهر اللون، حتى يمكن لو واحد فيكم بيعرف كيف يستخدم هدول، لو انا حددتهم كلهم ودخلت على رقم الاولى وحطيت بريفيو 1 وكبست انتر يفترض يعطيني اللون هون، مع هذا ما رضي يعطيني. طيب نيجي على اللي بعديها، نحط هدول هون، خربطنا. طيب نجيب هاي لهون ونحط هاي هون. حاول تمشي معي بالضبط زي ما انا بعمل، وخلي هذا الفيديو عندك مرجع هتستفيد منه كثير لكل المواد اللي بتجيبها من الكويكس الميجا سكان تمام. هاي هيك باقي ثنتين، خلي هاي هون، جيب لي هاي هون، طلع هاي هون، ريد جرين بلو الأولى، بعدين عندنا هون الريد والجرين، وعندنا هون هاي هون هيك ممتاز. باقي لنا اخر واحدة نسحبها تمام، حط لي هاي هون طيب. هنختار الاخيرة بعد شوي، هنختار الويت ساند كمان شوي هندور. طيب تمام زي هيك. طيب الان للاسف زي ما قلت لكم مش قادرين نطلع وناخذ نظره على المواد كيف شكلها، ولكن انا كنت كان يفترض اسرع الفيديو، بس حبيتكم تشوفوني وانا بسويها خطوه بخطوه، يمكن اكون في معلومه بدي احكيها. طيب الان احنا حطينا كل المواد والمواد صارت شغاله وكل الامور تمام، خلينا نضغط سيف هون. هيك خزننا المواد وكل اشي، لاندسكيب ماتيريال كلها قاعد تتظبط وبصير لها شيء ممتاز، الشيدر اشتغل وكل اشي اشتغل. الان بدنا طبعا احنا لو حطينا هناك حيصير يسوي لودنج للشيدرز وزي هيك، الان بدنا نسوي شوية اشياء نطور كمان منهم. انا هسه انا عملت كملت الموضوع للاخر، بدنا نرتب من هدول. خلينا انا ضغط رقم واحد على الكيبورد وعلى الماوس ليفت كليك، واحد ولفت كليك اعطاني كونستنت، بدي اجيب زي هاد بضغط رايت كليك بكتب كونستنت بيعطيني واحد رقم زي هيك. طيب بدي اوصل هاي مع الاولى وبدي اوصل هاي مع وين الثاني ووت ساند تمام، نوصل هاي مع اي وحده نسيت والله هاي مع اي وحده. طيب خلي هاي بعدين بنشوف اي وحده، خلينا نعطي الوتس ساند هون نعطيه قيمة 0.07 وهاي 0.1. طبعا انا هدول الارقام جمعتهم قبل شوي وحسبتهم لكن انا الان نسيتهم، نقدر نرجع كمان في الحلقة الجاي برجع بعدل عليهم اذا احتاج تعديل تمام.
في عندنا كمان الآن بنسوي الويت ساند. طيب قبل ما نسوي الويت ساند بنحدد أي مادة بنستخدم للويت ساند. خلينا نشوف، في عندنا الرمل، عندنا هاد، طيب نشوف هاد بعدين معك إن شاء الله يفتح. طيب خلينا نفتح من هون. طيب بلاش نشوف هاد، هذا الكليب اي واحد ناخذ، هذا ما بينفع، بدنا واحد فيه هاد. شوف هذا ممتاز الدرايفربل ساند، بدنا نستخدم الدرايفربل ساند. شكله طلع على شكله، تخيل هذا على الشط وعليه مي، هذا منطقي هذا مش منطقي عليه مي، هذا ما كان مش منطقي مش منطقي. فراح نستخدم الدرايفربل ساند اللي هو هاي اللي هي اول واحده استخدمناها صح، هاي درايفربل ساند. راح نسحب كمان نسخه ثانيه منها ونوصلها في اللاير ويت ساند. احنا هاي زبطتها، هاي نفسها درايفربل، كمان بدي اسحبها هون وهون تمام، وهاي بدي اسحبها هون. بس في ملاحظه على الرفنس، بدنا نغير كان هون، انا هون غيرتها، بقدر امسك هاي من هون اكبس كنترول واسحب واكتب ملتيبلاي، بدي اغير القيمه بدي ازودها، راح اشرح لكم هاي بعد شوي. كونستنت خلنا نعطيه قيمه نضرب بكم 0.01. الان ايش اللي صار؟ انا الحركه اللي عملتها هاي عشان اخلي الرمل عليه الرمل صاير عليه مي، لما عملت الحركة هاي صار الآن في زي مي على الرمل. خلينا الآن نبدأ نشتغل نكمل. باقي شغلة أخيرة، واحدة من أهم الأشياء، من أهم الأشياء اللي راح تفرق معانا الحركة اللي أنا حضيفها الآن. راح تضغط رايت كليك وتكتب لاندسكيب، بدك هاي لاندسكيب لاير كوردز، بدنا هاي الماتيريال، هاي النود، هاي راح تغير في الماتيريال تبعيتنا. ناخذ منها نسخه هون ونسخه ثانيه هون. طيب الان هاي بدنا نوصلها على طول هون، نوصلها فيهم كلياتهم، وراح اشرح هاي بالذات النود، هاي اهم وحده عندنا تفهموها. نفس الاشي عليهم كلهم. طبعا انت اذا ما شغلت البرنامج وطبقت معاي انا بتوقع ما راح تحفظ ولا اشي، فعليا ما راح تحفظ ولا اشي. بس لو سويت اللي انا بسويه مرة واحدة حتفهم انا ايش بعمل. تمام ممتاز، هيك كل اشي ممتاز، كل اشي مكانه، كل اشي موصل صح، كل اشي ممتاز. طيب هيك بنكون خلصنا موضوع المواد. انا بدي اعمل شغل الان اورجيك ايش هي هاي اللي انا ضفتها. انا بدنا احنا نحددهم كل هدول الثلاثة. في رقم هون مابينج سكيل صفر، هذا اللي راح نلعب فيه. قبل ما نلعب فيه خلينا نعمل سيف وظيفة هون، ولا اقول لكم راح نخلي هذا كله للفيديو الجاي، بشوفكم الفيديو اللي بعده. في امان الله، مع السلامة.